الحرية المالية، مصطلح جديد برز في الآونة الأخيرة في مجال المال والأعمال. فحقيقة كثير من الناس الآن يبحث عن تحقيق هذا المعنى العميق. كثير من يريد أن يحقق هذه الحرية المالية تلاقي كثير من المصاعب والتحديات. كيف أبني ثقتي بشركة غالب الناس تدور شكوك حولها، وغالب الناس عندها مشاكل من حيث هذه الجزئية، إنه جزئية الثقة، كيف أقف على أرض ثابتة؟ زايا عضوية شركة دي إكسن وكيفية تحقيق العضوية مع شركة دي إكسن ومصادر الأرباح. الخطوات الأساسية حتى أنجح في دي إكسن، الخطوات الأولى وماذا بعد إنشاء عضوية دي إكسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أخوان جميعا وأسعد الله صباحكم. الحرية المالية مصطلح جديد برز في الآونة الأخيرة في مجال المال والأعمال. فحقيقة كثير من الناس الآن يبحث عن تحقيق هذا المعنى العميق. قبل أن ندخل في هذا المعنى لابد أن نعرف أنه ما لا يمكن معرفته لا يمكن إدراكه، وبالتالي لا يمكن تحقيقه. فلابد أن نسلط على هذا المصطلح العميق ونعرف معانيه ونعرف مزاياه. يقول خبراء في مجال المال والأعمال، الحرية المالية هي تعني أن تكون لك مصادر دخل وثيقة وراسخة ومتنامية، وتدر لك من المال ما يكفي احتياجك ولا يستلزم وجودك في محل العمل بصفة مستمرة. لذلك من حقق هذه الحرية المالية ووصل إلى هذه الحقيقة سيصل إلى نتيجة حتمية بأنه سيكون يملك حر، ويكون حر الزمان وحر المكان وحر التصرفات، فبالتالي يصل إلى مرحلة يحصل على الحرية بجميع مزاياها الذكية. لذلك مفهوم الحرية المالية الآن ليس محصورا في المال فقط. الحرية المالية تعني جودة الحياة، تعني أن تحصل على مزاياك وما تحبه من الحياة وجودة الحياة وما تحبه من التنمية البشرية والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية، بل حتى كثير من الناس يبحث عن العلاقات المتعلقة بالأعمال الخيرية. فالحرية المالية والثراء المالي هل يمكن تحقيقه في هذا الزمان؟ هل يمكن أن يصل إنسان إلى مرحلة يكون حر ماليا ضمن هذه المعاني التي ذكرناها؟ يقول إمبراطور المال والأعمال في زمانه وارن بافيت، وهذا الرجل يعتبر من أغنى أغنياء العالم في هذا الزمان، يقول إن لم تجد لك عملا يدر لك من المال وأنت نائم فستظل تعمل حتى الموت. نلتقي بكم إن شاء الله في المقطع التالي حتى نوضح هذا المعاني وكيف نحصل على الحرية المالية من خلال عمل حقيقي. انتظرونا في المقطع التالي. أهلا بكم مرة أخرى. تكلمنا سابقا عن الحرية المالية ومصطلح الحرية المالية، وحاولنا أن نغور في مصطلح هذا الحقيقة، المصطلح الجميل البراق، الحرية المالية. الآن كثير من يريد أن يحقق هذه الحرية المالية تلاقي كثير من المصاعب والتحديات. يعني كثير من الناس مصاعب الشهادة والتخصص، بعضهم رأس المال، بعضهم التفرغ، لأن كثير من الناس الآن عنده وظيفة أو عنده عمل أو عنده التزامات معينة وظيفية أو تجارة معينة فتتزاحم مع المشاريع الأخرى الذكية. فبالتالي حقيقة كثير من التحديات تلاقي كثير من الشباب وكثير من الشابات وبل كثير من الناس تجاه هذه الحرية التي ينشدها. هنا برزت تجارة ذكية وصناعة ذكية سميت بحق أنها تجارة القرن 21. تخيلوا معي بيل جيتس اللي هو صاحب شركة مايكروسوفت، يعني حقيقة بيل جيتس رجل معروف على مستوى المال والأعمال، يقول عن هذه التجارة لو خيرت أن أبدأ من جديد لبدأت من صناعة البيع المباشر. نعم يا أخوان إنها صناعة البيع المباشر. حقيقة صناعة البيع المباشر دايركت سيلينج هي صناعة ذكية استثمرت ما عند الناس من إمكانيات متاحة ووظفتها في تجارة ذكية وشاركت هؤلاء الناس بتجارتهم الذكية. الآن خلينا نتخيل إخواني الصناعة والبيع عبارة عن بيعين مشهورين، البيع الأول هو البيع التقليدي والبيع على أسلوب صناعة البيع المباشر. الآن في البيع التقليدي لو وجد عندنا مصنع وعندنا المستهلك الكاستمرز، المادة لما تخرج من المصنع أو الخدمة لحين ما تصل إلى المستهلك تمر بعدة مراحل. هذه المراحل كل مرحلة تتحمل أجور من الإعلان، أجور من الوظائف، أجور من الصرفيات، وبالتالي تتحمل أجور إضافية على المنتج. فذلك الخبراء في مجال المال والأعمال يقول أن المادة قد تخرج قيمتها 30 بوحدة معينة وتصل إلى المستهلك النهائي قيمتها 100، فإذا تتحمل ما يقرب من 70% من قيمة المادة لحين ما تصل إلى المستهلك النهائي. في صناعة البيع المباشر تريد أن تلغي هذه الحلقات الإضافية وتشاركك أنت أرباحها، فبالتالي تحول لك هذه 70% وتشاركك الأرباح فأنت تكون الرابح الأكبر في هذا الصناعة. لذلك في صناعة البيع المباشر الشركات الذكية تستثمر ما عندك بإمكانيات، فلا يستلزم منك رأس مال، لا يستلزم من عندك شهادة معينة، لا يستلزم من عندك تخصص معين أو خبرات سابقة، ولا يستلزم من عندك تفرغ تام، لأن كثير من الناس الآن
يريد أن يحصل على مشروع ذكي يتناسب مع التزاماته. فبالتالي جاءت صناعة البيع المباشر الحل الجذري من أحد الحلول الحقيقية العملية التطبيقية اللي ممكن الإنسان من خلالها أن يحقق الحرية المالية. فذاك هي صناعة ذكية ذكر الخبراء في هذا المجال، وحقيقة كثير من الأساطين المال الآن في هذا الأسلوب اتخذوا هذه التجارة تجارة ذكية ووظفوها في كثير من التجارات. الآن شركات عالمية مثل شركة جي ام سي، شركات عالمية في شركات السيارات، شركات الموبايلات، اتخذت بعض الخطوط الإنتاجية من ضمن هذه الصناعة. طيب، صناعة البيع المباشر، صناعة ذكية، صناعة قد توصلك إلى الثراء، ووصل كثير من الناس بل صنفوها من ضمن الأعمال اللي صنعت آلاف المليونيرات في العالم. أبشركم بشارتين لي لكم عندي بشارتين. البشارة الأولى أنه هذه الصناعة أول ما برزت في الدول المعروفة اقتصاديا ومعروفة بذكاء التجاري، برزت في أمريكا وبرزت في اليابان وبرزت في الاتحاد الأوروبي وبرزت دول شرق آسيا. طبعا هذه الدول الآن هي المتحكمة في المال والأعمال العالمي. وأبشركم البشارة الثانية أن من ارتاد هذه الصناعة في هذا الزمان هم فقط 1% من ضمن قارة آسيا وأفريقيا. فحقيقة المجال خصب جدا في دول الشرق الأوسط وفي مجال صناعة البيع المباشر، وهي فرصة كبيرة وعظيمة. لكن حقيقة أقولها لكن وأقف بعدها كثيرا، يجب أن تجد الشركة الحقيقية التي ممكن أن تبتدئ معها حلمك، وممكن أن تبتدئ معها مشروعك، وممكن أن تصل بها ومعها إلى الحرية المالية. فيجب أن تقف على أرض ثابتة، ويجب أن تقف مع شركة موثوقة. كونوا معي لتعرفوا اختياري إن شاء الله في المقطع التالي عن الشركة التي اخترتها وارتضيتها أن تتسمى وأسمى باسمها، والشركة التي إن شاء الله نحقق مع الحرية المالية. تحياتي لكم، مرحبا بكم. تكلمنا سابقا عن أهمية العمل الحر ومعنى العمل الحر وصناعة البيع المباشر، أنها هي أحد الحلول الحقيقية الناجعة اللي ممكن من خلالها الإنسان يصل إلى العمل الحر والحرية المالية. طيب، الآن كيف أبني ثقتي بشركة غالب الناس تدور شكوك حولها، وغالب الناس عندها مشاكل من حيث هذه الجزئية، أنه جزئية الثقة، كيف أقف على أرض ثابتة؟ حقيقة كل المشاريع الاستراتيجية يجب أن تكون فيها صفة الأرضية الثابتة، لأنك تبني مشروعك على مسألة الديمومة، مسألة الاستمرارية، مسألة أنه يأتيك الدخل ولا يستلزم وجودك في محل العمل بصفة مستمرة. فيجب أن يكون مشروعك حقيقي ويقف على أرضية ثابتة. الآن المشاريع الاستثمارية اللي تحمل صفة الاستراتيجية يجب أن تحمل على الأقل 4 معايير تعتبر هي أعمدة للثقة حتى تبنى عليها هذه المشاريع. الجانب الأول هو الجانب القانوني، فيجب أن تكون الشركة حقيقية والشركة قانونية ومسجلة ورسمية، لأن كثير من الناس ما يحب أن يربط اسم حقيقة بشركة وهمية أو شركة مخادعة، فبالتالي ليست لها جذور وبالتالي لا تحصل على معها على حقوق. الجانب الثاني هو الجانب الشرعي، لأن حقيقة الجانب الشرعي أمر مهم. كثير من الناس وأغلب الناس يعني يحب أن يكون له دخل حقيقي ودخل مباح وحلال، لأن كثير من الناس يعني ما يستحل أن تأتي أموال من أين ما تأتي من مصادر غير معروفة. الجانب الثالث وهو الجانب المالي، يجب أن تكون الشركة حقيقية وذات نظام رصين وذات نظام حقيقي، بحيث أني ممكن بعد فترة معينة تكون لي دخل ومشاركة حقيقية. الجانب الرابع وهو الجانب الصحي، وهذا حقيقة مدار كثير الآن من بحوث الشركات وكثير من مدار بحوث الكاستمرز اللي يبحث عن عمل حقيقي لكن لا يتعارض مع الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وأنت إذا فقدت الصحة حقيقة ما ممكن أن تعوضها، والصحة لا تعوض بمال. فلذلك يا أخواني ومن خلال هذه المقدمات ولأسباب كثيرة حقيقة لا يسع المجال ذكرها، اخترت شركة دي أكسن العالمية الماليزية. شركة دي أكسن يا أخواني من حيث الجانب القانوني هي شركة رسمية مسجلة في ماليزيا، مسجلة في البورصة الإسلامية، مسجلة في البورصة العالمية، ومسجلة في جمعية البيع المباشر، ومسجلة في جميع الدول التي دخلت فيها دي أكسن وفتحت فيها مكاتب اللي تبلغ أكثر من 70 دولة عالمية، من ضمنها دول اللي تمتاز بالصرامة حقيقة في قوانينها، أمريكا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وأغلب الوطن العربي. من جانب الشرعي، شركة دي أكسن من فضل الله سبحانه وتعالى حصلت على فتاوى كثير من علماء مختلفي المذاهب، مختلفي المرجعيات، مختلفي الأفكار الفقهية، لكن اجتمعوا على رأي واحد على أن دي أكسن نظامها حلال، لأن شركة حقيقية ونظامها البيع حقيقي ومنتج حقيقي. فبالتالي حصلت دي أكسن على فتاوى شرعية
بخصوص دي اكسن بعينها، ليس من حيث النظام العام، لا، حصل دي اكسن على فتاوى عديده من علماء مختلفين من السعوديه، من العراق، من عمان، من اليمن، من ماليزيا، من كثير من البلدان الاسلاميه اللي افتى فيها العلماء بعد ان اطلعوا على النظام التسويقي وتعرفوا على حقيقه المنتج ونظامها. والشركه من باب النظام مالي، نظام مالي حقيقي ونظام مالي مانح. والجميل في شركة دي اكس انه نظام مالي حقيقي ونظام مالي سهل التطبيق، ما في هذه الاشتراطات المعقدة في باقي الشركات اللي تشترط عليك عدد معين او طريقة بناء معينة او توازن معين او تارجت كبير صعب التحقيق، لا، شركة نظام حقيقي، نظامها مانح، وانت ستكون الشريك والرابح الاكبر، لان نظام دي اكس يوصلك الى ارباح تصل الى اكثر من 70%، بل تصل الى 71% من ارباح الشركة. الجانب الاخير وهو الجانب الصحي، وهذا حقيقه هي نجمه في سماء صناعه البيع المباشر شركه ديكسن، بل هي بوبت من ابواب الكثيره من مصادرها ومن ضمنها كتيبة الرسمي اول ما رفع الشعار كن مخلصا ومهتما لصحتك، فان شركه ديكسن هي اصلا مهتمه بالنظام الصحي، مهتمه بالانظمه الغذائيه، مهتمه بكل ما يعنى بصحه الانسان ويرفع من صحه الانسان ويذهب به الى بر الامان من الامراض الخطيره. فبالتالي حصلت دي اكسن على اعمدة الثقة الاربعة، ولذلك اخترت دي اكسن، ونحن مع دي اكسن حقيقة مع شركة رصينة وشركة قوية، لكن نحتاج يا اخواني ان نفهم دي اكسن ماذا وضعت من مزايا عضويتها وكيف تدخل مع دي اكسن حتى تنطلق نحو الحرية الشاملة، واقصد بها الحرية الشاملة لانك ستحصل على مزايا لن تحققها مع غير شركة. حياكم الله اخواني جميعا، ونلتقي بكم ان شاء الله بالمقطع الاخير اللي ساشرح فيه مزايا العضوية ومصادر الأرباح وعناصر الثقة اللي تميزت بها دي اكسن عن باقي الشركات المنافسة. نلتقي بكم قريبا. مرحبا بكم مرة أخرى. خلال الدقائق التالية إن شاء الله راح نسلط الضوء على مزايا عضوية شركة دي اكسن وكيفية تحقيق العضوية مع شركة دي اكسن ومصادر الأرباح. الآن أخواني الشركات اللي حققت أعمدة الثقة اللي ذكرناها سابقا تتنافس على ثلاث مسائل. تتنافس على قوة الشركة وقوة النظام وقوة المنتج. خلينا نسلط الضوء اليوم على قوة النظام مع شركة دي اكسن. من جزئية العضوية مع شركة دي اكسن، العضوية في شركة دي اكسن لها مزايا كثيرة متنوعة، الآن خلينا نركز على أربع أمور من ضمن مزايا شركة دي اكسن، مزايا العضوية في شركة دي اكسن. المزية الأولى العضوية شركة دي اكسن عضوية مجانية، فبالتالي أنت إذا دخلت مع شركة مترامية الأطراف وشاركتهم الأرباح في شركة أكثر من 70 دولة ستحصل على أرباح دولية وبمقابل عدم وجود رأس مال، فبالتالي إذا عدم رأس المال عدمت المخاطرة. المزية الثانية عضوية عالمية، فأنت ستحصل على رقم عضوية عالمي ليس له حدود، فبالتالي من حقك أن تبيع منتجاتك في أي مكتب في العالم، وممكن أن تكسب عضو ويكون لك شريكا في الأرباح ويكون من ضمن فريقه في أي مكان في العالم، فبالتالي تحصل على حرية الزمان وتحصل على حرية المكان، لأن أنت مع شركة عالمية وليس شركة محلية. المزية الثالثة في أرباح دي اكسن في عضوية دي اكسن أنه العضوية تورث، وهذا حقيقة توريث الأرباح حقيقة شيء عظيم جدا، أنه أرباحك ستحفظ لك وجهدك سيحفظ لك ويورث كأرباح شهرية متنامية بنماء فريقك إلى من تعول. المزية الرابعة في شركة دي اكسن أنه لا توجد عضوية اكسباير، فبالتالي عضوية دائمية لا توجد لها اكسباير. الآن العضوية في شركة دي اكسن تنشأ من خلال طريقين، الطريق الأول من خلال موقع الإلكتروني للشركة، طبعا وضحناه في الصفحة الخامسة، وضعنا رابط الشركة فيديو مختصر وضحنا فيه كيفية إنشاء العضوية من خلال دقائق مبسطة، فتنشئ لنفسك عضوية ولغيرك في أي مكان بالعالم عضوية مجانية بكافة مستلزمات العضوية وكافة حقوق العضوية. مصدر أو الطريقة الثانية تكوين العضوية من خلال مراجعة أحد مراكز الشركة اللي توجد آلاف المراكز في أكثر من 70 دولة، فتنشئ عضوية من خلال تحقيق مبيعات تقدر ب 100 نقطة، طبعا تختلف 100 نقطة حسب البلد، ممكن تكون من 50 دولار إلى 100 دولار حسب اختلاف البلد، فتنشئ عضوية حقيقية مجانية من خلال تحقيق بعض المبيعات البسيطة. الآن يا إخواني الجميل في شركة دي اكسن أنه نظام حقيقي ومنتجه حقيقي ذو قيمة تسويقية وذو قيمة صحية. فبالتالي شركة دي اكسن وضعت خطة افتراضية حتى تثبت قوة النظام وسهولة تطبيقه وإمكانية تطبيقه لدى جميع الناس. وضعت الشركة خطة افتراضية سمتها خطة الخمسة أشهر ومضمنة في كتيب الشركة وموقعها الرسمي، قالت أنه لو حققت 100 نقطة أنت كراعي مجموعة وكسبت ثلاث أعضاء خلال الشهر سيحققون 100 نقطة.
نفس الطريقة تكررها لمدة 5 أشهر، تحقق 100 نقطة وتكسب 3 أعضاء، ونفس العملية يقوم بها فريقك، يحقق 100 نقطة ويكسب 3 أعضاء. ستكون لك أرباح في الشهر الخامس تقدر ب $4,700، وهذا أخواني رقم حقيقي ومثبت ومدروس دراسة دقيقة. طيب لو قال شخص أنه هذه خطة افتراضية، نقول نعم خطة افتراضية لكن قابل للتطبيق، فكثير من الناس طبق خلال سنة أو سنتين أو 3 سنين وحصل على هذه الأرقام بل زيادة وضعف، لأن شركة دي اكسن وضعت نظام حقيقي، نظام مفتوح، نظام بسيط، ومع منتج حقيقي ذو قيمة تسويقية ومطلوب بصفة مستمرة، فبالتالي النمو مستمر. فأنت مع شركة حقيقية ونظام حقيقي ومنتج حقيقي، ونقول لك الربح والنجاح مع دي اكسن أكيد. كن معنا وأستغل الفرصة، نراكم قريبا في القمة إن شاء الله. مرحبا بكم في عالم دي اكسن. الخطوات الأساسية حتى أنجح في دي اكسن، الخطوات الأولى وماذا بعد إنشاء لعضوية دي اكسن. إن شاء الله من خلال الدقائق التالية سنوضح هذه الجزئيات الأساسية المبسطة. طبعا لكم عندي 3 نصائح تعتبر نصائح ذهبية وهي سر من أسرار النجاح. النصيحة الأولى، عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم، فلا تتعجل بطرح المشروع، لا تتعجل بطرح الفكرة قبل أن تتعلمها وتتقنها. النصيحة الثانية، عليك بأن تغير نمط تفكيرك، فتأتي للمشروع وتأخذه كما هو لا كما تريد، فتأخذه كمشروع ليس بعقلية الموظف وليس بعقلية الصفقات وليس بعقلية الشخصية المنهزمة، بل أنت مع مشروع حقيقي وتقدم الخير لكثير من الناس. النصيحة الثالثة، عليك أن تفرغ كأسك، فلا بد أن تأتي بصفة المتدرب المتعلم وتنسى ما عندك من خلفيات سابقة لا تنفعك في هذا المشروع، فتنسى ما عندك من تجارة تقليدية وعندك من هندسة وطب، أنت الآن مع مشروع ذكي سيغير حياتك، فعليك أن تأخذه من كلام الخبراء في هذا المجال. الآن يا أخواني المعلومات غالبا تدور بين أمرين، إما تكون معلومات أساسية أو تكون معلومات ثانوية. المعلومات الجميل في مشروع دي اكسن، المعلومات الأساسية تكون بسيطة ومتاحة للجميع، بل هي ضمن الطاقة وضمن الإمكانية المتاحة للجميع. المعلومات الأساسية في دي اكسن لا تخرج من 3 معلومات أساسية: العلم بالشركة، العلم بالمنتج، والعلم بالنظام. هذه حقيقة ممكن نسلط فيها الضوء ونحققها من خلال الحقيبة التدريبية الموجودة في الموقع اللي سيظهر لكم في أسفل الشاشة، من خلال الخطوة الأولى التي ستكون على شكل جزئين. الجزء الأول سيقوم فيها 5 محاضرات أساسية تنتقل بك بالمعلومات بصورة متدرجة وصورة بسيطة لتغطي هذه 3 أجزاء من المعلومات الأساسية. في الجزء الثاني من الخطوة الأولى ستسلط الضوء فيها على المهارات الأساسية والمعلومات المساعدة حتى من خلال ممكن أن ترتقي وتكون من أصحاب الريادة في هذا المشروع. في الجزء الثاني إن شاء الله سنسلط الضوء فيها على المهارات المتعلقة بالخطة المالية، والجميل في دي اكسن أنه هي تمنحك الخطة المالية محسوبة مدروسة من خلال النظام الذكي، من خلال النظام المالي. فبالتالي أنت مع مشروع ذكي معلوماته بسيطة ممكن أن تحصل عليها من خلال الإمكانات المتاحة، وتذكر أننا معك نساعدك نمشي معك خطوة بخطوة، وتذكر أن من دلك على هذا المشروع هو أسعد الناس بأن ترجع إليه، تواصل معه إن احتجت معلومة أساسية أو احتجت مساعدة، وإن شاء الله نلتقي ونرتقي سويا، وتذكروا أن موعد القمة إن شاء الله. خلال الدقائق القادمة إن شاء الله راح نسلط الضوء على كيفية إنشاء العضوية أونلاين من خلال الموقع الرسمي لشركة دي اكسن. الآن من خلال موقع دي اكسن اي وورد راح نضغط يفتح لنا الموقع الرئيسي للشركة، كثير من الإعادات الموجعة على الواجهة، نضغط على البيكام أدستريبيوتر، هذا المختص بإنشاء العضوية. راح تطلع لنا هذه المعلومات العامة، هي عبارة عن توضيحات عن الأساسيات والقواعد العامة للموزع. طبعا ممكن تغيير اللغة الآن من خلال هذا الإعاز، إعاز اللغة. الآن نضغط على هذا الزر وهذا الإعاز I have read and understand، يعني أنا اطلعت ومستوعب لما ذكر سابق المعلومات. الآن إخواني هذه الصفحة فيها مرحلتين، المرحلة الأولى هي عبارة عن إنزال المعلومات الأساسية للشخص المسجل، المرحلة الثانية هي التأكد من صحة المعلومات. الآن الناظر في هذه الصفحة يجد بعض المعلومات مرفق معها نجمة حمراء، هذه النجمة الحمراء دليل على أن هذه المعلومات مطلوبة ولا بد من تثبيتها، المعلومات الأخرى هي معلومات ليست بضرورية. الآن نجي المعلومة الأولى في الخانة الأولى هي Select Country، اختيار البلد اللي يستلم عليه العمولات، فلا بد من تثبيت بلد فيه وكالة رسمية للشركة ويستلم من خلال العمولات. الآن نفترض أن الشخص المسجل هو في العراق،
سبونسر كود في هذه الخانة يجب تثبيت رقم العضوية للشخص الذي عرفك بالشركة، وهذا مثبت في الصفحة الخامسة من البرنامج. طبعا لا نثبت رقم المتكلم، مجرد تثبيت الرقم للتأكد من صحة الرقم ومطابقتها مع الاسم للدليل. فقط ضغط على واحد وقت ضغط واحد على سبونسر نيم سيظهر لك اسم العضو الدليل. الآن لعازل اللي بعده راح نثبت اسم الشخص الجديد اللي هو مسجل عضوية جديد، خلينا نفترض انه احمد علي. الآن المرحلة اللي بعدها هو تحديد الجنس، الآن هو ذكر قد يكون انثى، لا نتأكد من هذه، مجرد الضغط على ميل. المرحلة اللي بعدها هي التولد، طبعا في التولد يضغط اول شيء على السنة ثم الشهر ثم اليوم، وهكذا يظهر لنا اليوم والشهر والسنة كما أردنا. طبعا المعلومات الأخرى هذه ليست مطلوبة. نأتي إلى الناشوناليتي، هنا يقصد بها جنسية الشخص، قد يكون شخص مثلا يمني ساكن في السعودية أو مصري ساكن في العراق، لا بس أن يثبت كما يريد. مثلا الآن عندنا مصري ساكن في العراق، نفترض هذا الشيء. نأتي المعلومة الأخيرة اللي لابد من أن تثبت بصورة جيدة، وهي الايميل، البريد الالكتروني. البريد الالكتروني اخواني ضروري ان يكون البريد الالكتروني فعال وحقيقي ويستلم عليه رسائل، من خلاله سيرسل كود التفعيل للحساب الخاص فيك اللي هو الايورد. فنفترض انه مثلا يسجل احمد، الان اكملنا البريد الافتراضي، طبعا اكتملت الان المعلومات، نضغط على كونتينيو. البرنامج راح ينقلنا على الصفحة للتأكد من معلومات الريفيو. الآن التأكد من سبونسر كود الدليل، اسم الدليل، المعلومات اللي نزلت باسم الشخص المسجل جديدا، الرقم، عفوا، المعلومات الأساسية، السكن، الجنسية، التولد، وكذلك الإيميل حتى نتأكد. إذا تم التأكد نضغط على هذه العلامة المظللة عليها بالأصفر ونضغط كونتينيو، تظهر لنا رسالة، نضغط موافق، تمت عملية إنشاء العضوية الإلكترونية بأقل من دقيقتين أو 3 دقائق بخطوة بسيطة وطريقة مبسطة جدا إخواني، ومتاحة للجميع. وهكذا هي دي إكسن، فرصة عمل عالمية ومتاحة للجميع. الآن للتأكد من رسالة ترحيب، هنا أنا ويلكم لتر، طبعا ممكن تغيير اسم أو عفوا تغيير لغة رسالة الترحيب. طبعا هنا التأكد من المعلومات، هذه تم التسجيل، هذا اسم العضو، هذا رقم العضوية العالمي، وهذا رقم واسم الدليل، وهذا يوم الإنشاء، وهكذا. طبعا ممكن نسخ الرسالة بالتظليل ونقلها لأي شخص يريد من خلال الإعازات الموجودة. وبهذه الطريقة يا إخواني تمت عملية إنشاء عضوية عالمية بأقل من 3 دقائق. نلتقي بكم قريبا إن شاء الله، ونرتقي ونصل معكم بإذن الله تعالى سويا إلى القمة. تحياتي لكم جميعا.